أنا إيناس خميس، مديرة مركز الورق بمؤسسة النافذة. إحنا هنا ابتدينا من 2007 كبداية للمؤسسة، إن إحنا ندرب البنات المحاسين بينا في مصر القديمة على عمل الورق اليدوي من المخلفات الزراعية بشكل عام، وبشكل خاص قش الرز، إن هو فيه مشكلة كبيرة في مصر إن هو بيحرقوا المخلفات الزراعية، خاصة قش الرز إن هو بيتزرع بكميات كبيرة في مصر. فهنا حاولنا نعمل حاجة جيدة للبيئة، ان احنا نشوف يطلع منه ايه المخلفات الزراعية دي. فعملنا الورق، عندنا ورق بداية من 10 في 15 لغاية متر في مترين، ورق هاند ميد كل الالوان كل المساحات. عندنا مجموعة من البنات كتير من المحيطة بينا في مصر القديمة، وعندنا بنات صم وبكم وولاد، بس ان هو في موجودين كمية كبيرة من اللي هما الصم والبكم بيعملوا النوت، البراويز، كل المنتجات اللي ممكن تتعمل بالورق بنعملها هنا في المؤسسة، وبنساعد البنات اللي هما يبقوا يعتمدوا على نفسهم وما يعتمدوش على حد تاني. شكرا. انا بقالي هنا 5 سنين كنت بتدرب هنا على الورق، دلوقتي بقيت مدربه بتدرب الورق وبقيت مشرفه ومدرب هنا البنات الجديده على الورق. واول كنت جيت عشان بس بقالي 5 سنين ومبسوطه في الشغل هنا طبعا ومستريحه. أنا اسمي ياسمين حسن. بتشتغل هنا؟ أيوة ماما. كويس؟ الشغل كويس؟ مبسوطة هي في الشغل؟ ها؟ بتعمل هي نوت، شنط، براويز، بتعمل كذا حاجة، كله من الورق اليدوي. كل الشغل من الورق يدوي.